امتى افك او بمعنى صح هعمل اغير على الجرح، امتى افك الخيط ويرجع الانسان بقى لحياته الطبيعيه؟ ممتاز. وطبعا احنا الجراحات الحديثه ومع تطور طرق الجراحه اصبحنا ان احنا بنعمل العمليه بحيث جرح العمليه نفسه جرح صغير جدا، والخلاف بقى على نفتح فين، في جلد الخصيه ولا على جسم العضو ولا اسفل البطن، ده خلاف شكلي مش هيأثر كتير في نجاح العمليه. لكن في النهايه احنا جرحنا كلنا بقى جرح صغير، بقى الخيط اللي بنخيط بيه خيط تجميلي بيدوب من تلقاء نفسه، فمش محتاج ان احنا نفك الخيط بقى خالص. الشاشه اللي بنحطها على الجرح يكفي ان احنا نغطيه يومين 48 ساعه وبعد كده نشيلها ونسيب الجرح مكشوف، مفيش اي مشكله خالص. فمريضنا يقدر بعد العمليه بالظبط بساعتين بعد ما يفك البنج من رجليه يقدر يروح، يقدر يمارس حياته العاديه، مفيش اي مشكله بالنسبه له خالص.